اشتكنا وبشتكنا يا ريس، ده انت رئيس والنعمه كويس. تمام ايوه كده يا ريس، دلع نفسك كده، انت قدام انت متدلع، احنا متدلعين. تمام، من فشخه الرئيس السيسي راح اشترى طياره بنص مليار دولار. طب وماله يا باشا، حقك حقك. طب انت رئيس مصر، اكبر دوله في العالم، اغنى دوله في العالم، اكبر اقتصاد في العالم، فطبيعي جدا لازم يشتري اكبر طياره في العالم واغلى طياره في العالم واحسن طياره في العالم. حقك يا ريس. وبعدين انت شاريها لنفسك؟ ده لمصر، ده لمصر مش ليك، هو حاجه ليك ده انت هتورثها؟ لا، ده لمصر، يبقى حقك يا باشا. وما دام انت ركبتها وما دام بتستمتع بقى، يبقى كان الشعب كان انا ركبتها وكان المصريين كلهم ركبوها. طب خلاص يعني دلع نفسك، وما دام انت متدلع احنا متدلعين احنا كمان. طب فشخت الرئيس رايح يشتري طياره بنص مليار، طب وسايب، بص تلاقي مستشفيات بتقفل، فقراء مش لاقيين ياكلوا، ناس بتاكل عظم فراخ، ناس بتاكل بتجيب عظم اللحمه ولا عظم الحيوانات عشان تعمل عليها شوربه، والشاي والقهوه. تبص تلاقي مصر ما فيهاش شاي، وشاي خلاص الشاي ما بقاش موجود في مصر، اللي هي كانت ارخص حاجه وكانت اسهل حاجه عند اي مصري لما تزور اي حد في بيته ولا تروح قهوه ولا تقعد مع اي حد يقولك اه يعزمك على كوبايه شاي. بقى خلاص حتى الشاي ما بقاش موجود، الحكومه مش عايزه تستورد ومش عارفه تستورد الشاي، خلاص ما بقاش معاها فلوس، ما معهاش فلوس تستورد شاي، وما معهاش فلوس تستورد اي حاجه خلاص. يعني الفتره الجايه مش هتلاقوا منتجات غذائيه اصلا في البلد، مش شاي ده الشاي دي البدايه. وانا قلت لكم قبل كده الفتره الجايه حتى لو معاك فلوس مش هتلاقي حاجه تشتريها، مش هقول لك الاسعار هتغلى وبس، لا ده الاسعار هتغلى ولو معاك ثمنها مش هتلاقي حاجه تشتريها، لان خلاص المنتجات شويه شويه كده هتبدا تشح في البلد، البلد هتفلق خلاص، هي اصلا افلست، بس شويه شويه كمان منتجات مش هتلاقي في البلد عشان البلد ما فيهاش فلوس. واللي في نفس التوقيت تبص تلاقيه في نفس التوقيت يروح الشخصيه الوسخه ديت يروح يشتري طياره بنص مليار دولار، يعني بحوالي 10 او كام، حوالي 12 او 13 مليار جنيه مصري. ايه ده؟ في نفس التوقيت بص تلاقي مستشفى سرطان الاطفال في طنطا بتتقفل، ليه؟ ما معهمش فلوس، يعالجوا، يعني بعشر المبلغ ده، بعشر المبلغ ايه؟ والله هي دي 12 مليار دولار، والله يمكن لو نص مليار دولار، نص مليار جنيه مصري ده كان هيكفي مستشفى سرطان الاطفال، كان هيكفي مستشفيات ثانيه، كان هيفتح مدارس ثانيه، كان هيفتح مصانع وشركات والدنيا تتحرك شويه في البلد. لكن لا، ازاي؟ هو اصلا مش في دماغه بلد وزفت، بلد مين؟ انت اصلا مش في دماغه اصلا، ده انت جربوع مدني معفن. طب هو كل اللي في دماغه نفسه والجيش اللي هو جاي منه، طب ليه الجيش؟ ان ده اللي هيحميه، او هو متخيل ان ده اللي هيحميه. بس هيجي وقت من الاوقات، وقت ما المصريين هيقولوا لا، وقت ما المصريين هيخرجوا من بيوتهم، لا جيش ولا مليون جيش زي الجيش المصري ده هيقف قدامهم، ده على نفسهم. فوقتها هو عمال بيحارب وعمال بيدفع فلوس ورشاوى بالهبل، وثروات البلد كلها دلوقتي بقت في عبء الجيش، تمام، علشان فكر انهم هيحموه. طب هم هيحموه لفتره بس مش هيقدروا يصمدوا كتير، لان هو مش هيقدروا يقفوا قصاد الشعب المصري ومش هيقدروا يقتلوا المصريين. تمام، المصريين الجيش معاه السلاح ومعاه كل حاجه ومعاه القوه، بس في نفس الوقت الشعب المصري معاه الشرعيه. بمعنى ايه الشرعيه؟ ان ما يقدرش الجيش يقدر يقتل المصريين، لان خلاص العالم هيهيج عليه، ده مستحيل، ده مش هيحصل يعني. فما تفكروش في حاجه زي كده، وما تخافوش تقولوا الجيش والله ده هيقتلنا ومش هيقتلنا، هيقتل ده لو واحد طلع لوحده، خمسه طلعوا لوحدهم، الكلام ده ممكن يسجنوا ويعتقلوا ويقتلوا حاجات كده، هم اولاد وسخه يعني، الجيش ده مش حاجه محترمه يعني، ده هم ولاد 60 كلب، الشخصيات اللي فيه، مش الجيش كجيش، الجيش اصلا في اي دوله حاجه محترمه وحاجه بتحمي البلد، ولكن الكلب نظام السيسي دوت خلى الجيش مش حمايه للبلد، ده خلاهم شويه صيع، شويه بلطجيه، شوفوا اللي بيحصل في سينا وشوفوا اللي بيحصل مش عارف مين، منين؟ من ضباط جيش، شويه ناس ولا في لا تربيه ولا اخلاق، ربهم على الوساخه وعلى عدم على عدم الانسانيه. ده ما بقاش فيه لا انسانيه ولا بتاع. وفي النهايه تبص تلاقيه يروح يشتري طياره بنص مليار دولار. طب في نفس التوقيت اللي في نفس اليوم اللي راح يشتري فيه بنص مليار دولار، تمام، تبص تلاقي
راح يقدم على قرض بنص مليار دولار برضو علشان تكافل وكرامه. كرامه كرامه هو انت خليت للمصريين كرامه؟ ده المصريين لا جوه ولا بره لهم كرامه بسبب الكلاب اللي موجودين في مصر دول، وبسبب النظام القذر دوت اللي هو بس مهتم الا بنفسه وبس. وتبص تلاقي، طب تيجي تفكر ايه اللي يخليه يعمل حاجه زي كده؟ يعني بقى مصر مش لاقيه تاكل حرفيا، يعني مفيش فلوس في مصر. خلاص اقتصاد بقى في الارض في الحضيض، وبقى اقل اقتصاد في العالم، واوسخ وضع اقتصادي في العالم دلوقتي. طب ايه اللي خليه يعمل كده؟ انا مش لاقي لها تفسير غير انها في مثل عندنا في مصر بيجي يقول لك شبع من بعد جوع، عارفين المثل ده؟ يعني لما تلاقي واحد جعان وجاي من بيئه فقر وبيئه جوع وبيئه سحت وبيئه مش عارف من بيئه من حاجه من مستوى قذر، تبص تلاقي هو بيتكلم عن مستوى قذر مش بضرر جوع وفقر. تمام، هو اصلا على فكره ممكن يكون واحد جعان بس هو نفسيته فقيره، سوري واحد غني بس نفسيته فقيره، ان هو على طمع طمع طمع، فهو كده جاي من بيئه سحت وقحط ومره واحده بقى رئيس دوله. رئيس دوله هو اصلا عمره ما كان يفكر انه يبقى وزير ايه. ده كان اقصى طموحاته وقت ما كان مثلا طنطاوي حسني مبارك ماسك الحكم، كان اقصى طموحاته انه يطلع على المعاش ويمسك رئيس مجلس مدينه. دي كانت اقصى اماله وطموحاته، ما يطلعش معاش ويقعد في البيت. ده اقصى طموحاته لما يطلع معاش يروحوا مكرمينه ويمسكوه رئيس مجلس مدينه. مره واحده بقى رئيس دوله من غير حزب، من غير اي حاجه، من غير مجرد حسابات مع الاخوان، كانوا مع المجلس العسكري الزفت مع اولاد الجزمه، الاخوان كلهم راحوا جايين خلاص مسكوه وزير. طب وهو خدعهم قال لهم ده متدين، ده طيب، ده مش عارف ايه، ده حنين، ده طب مسك وزير، وهو حربايه ابن كلب جزمه. طب ومسك وزير. طب وبعديها عمل برضه راح جاي عمل انقلاب وبقى رئيس دوله. يعني لا كانت لا في حساباته ولا عمره كان في تخطيط، يعني واحد جاي من تحت خالص. حتى تشوفوا صوره القديمه، تبص تلاقي مش قديمه قوي، يعني تبص تلاقي صور وهو كان مثلا متصور مع محافظ، مع مش عارف، مع وزير، الكلام ده كله. تشوف البدل اللي بيلبسها والبنطلون اللي طالع لغايه صدره، يعني حتى جربوع، ده جربوع. ده فمره واحده بقى وزير، راح خلاص ايه يعني، هي الفلوس دي بتاعت امه؟ ده اصرف يا عم، هات يا عم طيارات وهات عربيات وهات مش عارف ايه وهات عجله بربع مليون جنيه عشان تلفها ربع ساعه كده، تتصور بس بيها ب 10 دقائق ربع ساعه وخلاص، وربع مليون جنيه. كل ده منين؟ من خزينه الدوله ومن مال امه. لو العالم مستغرب، تمام، يعني العالم، يعني الطياره دي، الطياره اللي بيسموها ملكه السماء دي، تمام، دي طياره في دول كتيره كبيره رفضت تشتريها عشان غلو ثمنها. طياره مش موجوده في العالم الا عدد قليل جدا، ويجي هو في شاخد الرئيس. بس طبعا ازاي، تمام، يعني عدد قليل ايه؟ عدد قليل يعني في هي مصر قليله، مصر كبيره قوي، بس مصر كبيره قوي على مين؟ لما وفيها فلوس لمين؟ للناس شويه الجرابيع الولاد الوسخه ماسكين البلد. اما على الشعب لا، ده احنا فقراء قوي، احنا غلابه قوي، احنا مش لاقيين ناكل، احنا مش عارف ايه، انت مش لاقي تاكل وانا كمان مش لاقي اكل، انا غلبان ما معيش، وانا انت كمان غلبان ما معيش، وانا كمان غلبان ما معيش. ده من وقت ما الناس كانت بتشتكي مش عارف تذكره القطر هتزيد جنيه ولا بتاع، وفي نفس التوقيت تبص تلاقي عمالين بيعلوا على تذاكر القطارات والمترو والمواصلات بصفه عامه، والبنزين يعلى، ومش عارف يقول لك رغيف العيش يعلى. ازاي هو رغيف العيش ما بيجيش 8 سيجاره ولا 10 سيجار؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ عمالين بتغلي كل حاجه، وفي نفس الوقت يقول لك ايه عشان احنا ما معيش فلوس، وضلم مصر كلها. مصر كلها ضلمت ليه؟ عشان ما معناش فلوس، احنا نروح ننور اوروبا، تمام، ناخد منك انت يا جربوع يا مصري يا معفن، تمام، ونروح ندي للاوروبيين العيون زرقاء وعيون خضراء، تمام، انما انت معفن، انت ايه؟ تمام، وفي نفس التوقيت ده اللي هو مش لاقي ياكل ومش لاقي ياكل المصريين حرفيا، تمام، يروح يشتري طياره بنص مليار دولار، في نفس التوقيت اللي عمال بيروح يشحت من الدول الثانيه على حس المصريين، يقول لهم هاتوا لنا فلوس عشان ناكل المصريين علشان تكافل وكرامه، المصريين مش لاقيين ياكلوا، المصريين مش عارفين ايه، وهو الكلب رايح يشتري طياره، تمام، بدول كبيره، المانيا وفرنسا مش عارف، دول كبيره رفضت تشتريها علشان غلو سعرها. طب وتيجي تبص للطياره من جوه، يخرب بيت امك، طب ايه طياره ايه ده، تحس انها مدينه لوحديها.
قاعه اجتماعات وقاعه مؤتمرات ومش عارف و و و وحاجه كده ايه حاجات عسكريه مش فاهم كانت بتعمل ايه عسكريا زي حاجه زي مكان مراقبه كده يعني غرفه مراقبه او حاجه زي كده يعني غرفه متابعه ليه كل ده اللهم الا اذا عارف ومتاكد انه قريب جدا هيغرف في 60 داهيه والمصريين هيفشخوها يطلعوا عين امه ده فجايب الطياره دي ربما عشان يهرب فيها عشان لو هرب فيها والجيش بقى بيلاحقه بصواريخ ولا بتاع هي عندها الطياره فيها اجهزه مضاده للصواريخ ويعني هي مزيج ما بين طياره مدنيه وحربيه فاهمين فهي حاجه كده ايه مزيج ما بين كل حاجه مدنيه حربيه ركاب حاجه كده يعني فهي مزيج ما بين كل حاجه فربما مخططه ان هو يجيبها من دلوقتي علشان لما المصريين ينقلبوا عليه ويحب يهرب في اي مكان من بره والجيش ما يعرفش يضرب عليه طيارات ولا يوقع طياره ولا حاجه زي كده يهرب فيه وربما وان كنت اشك ان الجيش هيعمل حاجه زي كده فيه يعني ده لو حصل ان هو غار في 60 دقيقه الجيش هيديله حمايه يعني ممكن يقول له اقعد في بيتك اقعد محدش هيقرب لك محدش هيعمل لك حاجه بس مالكش دعوه بقى بالحكم وبتاع وهنعين حد مكانك وغالبا ده اللي هيحصل هم مش هيقدروا بيه زي ما عملوا مع حسني مبارك عملوا مسمك ايه ده خلوه معزز مكرم في مستشفى تمام في جناح في دور كامل خاص بيه محدش بيقرب للمكان ده تمام يعني كانه قاعد في بيته ولما طلع راح على شرم الشيخ برضه يعني كان متكرم وكان لما راح يروح المحكمه كان يروح بطياره لا 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 فبرضه كان متدلع ما كانتش محاكمه ابدا نفس الوضع هيحصل مع الكلب السيسي دوت لما يغور في 60 داهيه انما لا مش مشكله بقى المصريين ايه فهو ما بيفكرش تحس ان هو عمال والاوضاع الاقتصاديه الزفت وفي تهديدات وفي فعلا اجراءات جديه من الداخل ومن الخارج ان هو يغور في 60 داهيه لان الوضع في مصر بقى زي الزفت تمام وهيغور في 60 داهيه وهيحصل فعلا تغيير للسلطه قريب جدا في نفس التوقيت ده يروح يشتري طياره بالسعر ده وبالمبلغ ده تحس ان هو مش في دنيا ان هو في دنيا ثانيه وان هو بيطلع لسانه للمصريين بيقول لهم طز فيكم انا ما يلزمنيش انتوا بتفكروا في ايه انا خلاص انا مامن نفسي ومظبط اموري ومظبط حالي واشتري طياره واتنين زي بنيت وهبني فاشتريت وهشتري هو ليا ده المصر لك الله يا مصر يلا نشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله وان شاء الله قريب جدا هيغور في 60 داهيه باذن الله